المصدر من نفس الشخص من نفس بنفس الشكل وما سمعناش على قرارات خالص. بلاش. المهندس عادل الخيعي في النادي الاهلي مستشار لجنه التسويق. كابتن فاروق جعفر وله كل الاحترام مستشار كره القدم في نادي الزمالك يتقاضى راتب من نادي الزمالك. مش طعنا فيه له كل الاحترام، لكن لما طلع الكابتن فاروق من كام يوم شوه تاريخ الكره المصريه. قضى على سمعه المنتخب حتى اللي راح كاس العالم. شكك بل بالعكس اكد انه كان بيحضر اجتماعات وبيتم فيها تظبيط الحكام ويروحوا بورسعيد، كلام الكابتن فاروق كلكم فاكرينه. بقول لكم نسف ما تحقق من انجازات للمنتخب الوطني حتى اللي راح كاس العالم. سمعتوا حد اتكلم على لجنه الانضباط؟ سمعتوا حد غار شويه واتكلم على محاسبه الكابتن فاروق على هذه الكلمات؟ سمعتوا حد صابته الغيرة على سمعة الكرة المصرية وتاريخها وبطولاتها والإنجازات اللي اتحققت؟ حد نطق؟ إطلاقا إطلاقا. قبل مباراة القمة بأيام كابتن فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك خارج بشاور للتحكيم المصري بعد ما اعترض على الحكم إن أنتوا صفر، وظهرت والناس علقت والناس اتكلمت والناس استاءت. حد نطق؟ طبعا قبل ماتش القمه ما كانش حد عنده قدر من المسؤوليه والشجاعه والغيره على سمعه التحكيم انه يبعت مذكره ويطلب التحقيق مع اللاعب وايقافه لحين التحقيق. كويس، بس المذكره جاهزه لما نتكلم ونتساءل سؤال ما زال تحت منه علامه استفهام ضخمه. ليه هذا الكرواتي؟ ليه حكم ملاكي لمباريات الاهلي الصعبه؟ واتكررت والناس بتسال. بقول لكم حتى المسؤول في اتحاد الكره السابق احمد مجاهد بيسال، كابتن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكره السابق بيسال ليه؟ ما هو ما فيش حد بيعمل عمل بشري فوق المحاسبه وفوق التساؤل ومطلوب منه توضيح. حكم ارتكب اخطاء مؤثره جدا ترتقي الى العمديه في مباراه الاهلي وبيراميدز، جبتوه للاهلي تاني في مباراه الزمالك ليه؟ استاذ ابراهيم ممكن لحظه؟ اتفضل. لو احنا فعلا من هواه الاثاره يعني او النقد الشخصي يعني، انا وحضرتك كنا بنتكلم صباحيه المباراه في اليوم الجميل بتاع التغطيه اللي من الصبح بالليل على قناه الاهلي. ايوه. جات لنا معلومه انا وحضرتك واحنا داخلين الاستوديو مفادها ان مرافق الحكام ابنه هو المترجم بتاع مستر كارتيرون. اتفقت انا وانت على ايه؟ ان الحديث عن هذا الامر الان يثير بين البلاء لا داعي له، هنعمل احتقان وهنعمل دوشه قبل المباراه لا داعي له، رغم ان انا قلت ايه يا رب ما يحصل حاجه في الماتش تحسسنا ان احنا لا يعني كان في نوع من الخطأ في التقدير. فتأتي المباراة وترى هذا الأمر، بالعكس تيجي صور إن 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 مترجم كارتيرون بيكلم الحكم عشان يشوف خاتم وليد سليمان. وليد سليمان هو إيه المقصود بالخاتم؟ إن يعني كابتن وليد يتوتر، يعني تحطه تحت ضغط، تحطه تحت ضغط، وإن الحكم يبقى مترصد يفهم ان في حاجه غلط هنا. فلما يجي التحكيم بالشكل ده اليس من حقنا ان نتساءل؟ اليس من حقنا ان نشعر ان هناك امرا ما يحدث؟ ولما نسال عايزين اجابات مش اكتر من كده. طيب الواقع اللي المهندس عدلي بيتكلم عليها عشان نتكلم على درء الشبهات، عشان نقول ان الناس واقفه في منطقه بعيده عن، انا متاكد تماما ان الاستاذ عمرو الجنان عايز ينجح، هو زملكاوي التراس ده مؤكد، هيهمه نفسه، لكنه هو مؤكد عمراوي، مؤكد انه بينحاز لنفسه ولتاريخه والاسمه والقيمته وانه يعمل تجربه كويسه، لا خلاف على كده.
بس ما هواش اللي ماسك لجنه الحكام، وما هواش اللي ماسك لجنه العلاقات العامه، وما هواش الموظف المسؤول، وما هواش كل اعضاء اللجنه. كل واحد فيهم عنده توجه وعنده اسبابه، وهيجي الوقت اللي هنقول اسباب كل واحد خلف الستار ماشي ازاي. لكن واقعه العلاقات العامه، الاستاذ شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامه في اتحاد الكوره، هو اللي كان بيتواصل مع الحكام، هو اللي عارف مين هم الحكام اللي جايين. يعني لو افترضنا انه رئيس اللجنه بس الكابتن وجيه احمد هو اللي اتقال له فقط لوحده، هو اللي اتقال له فقط لوحده اسماء الحكام اللي جايين، او هو اللي تواصل خلينا عشان ما يزعلش. مدير العلاقات العامه في الاتحاد هو اللي عارف وتواصل وحجز لهم تذاكر الطيران ورتب معاهم الحضور. ما هوش المرافق، لكن ما هو مدير اللجنه مش هيرافق الحكام، بس موظف من عنده شريف عبد العزيز هو اللي قام بمرافقه الحكام. اليس من الاحرص على درء الشبهات؟ انا عندي مدير علاقات عامه ابنه مترجم كارتيرون مدرب الزمالك، ينفع؟ ينفع التلامس الشديد قوي ده؟ ولما تعمل شرار تقول لنا اتخضيتوا ليه من الشرار؟ ينفع؟ بقول لك لو ده مترجم الفايلر ما ينفعش. ما ينفعش تطلع احد طرفي المباراه على دقه تفاصيل الحكام هم مين وجايين امتى وجايين فين وهينزلوا فين، وده اللي يحجز لهم كمان. منعا للشبهات، احنا ليه مش عايزين نقف في المنطقه الامنه شويه؟ وبعد كده نتضايق ان الناس بتتساءل. استاذ احمد موسى قال بالاضافه للمسطره الواحده، واديكوا شفتوا لا كابتن فاروق جعفر اتعاملت مع حاجه مع المسطره، ولا فرجاني ساسي حصلت له حاجه على المسطره، ولا الساده حكام الاتحاد المصري لكره القدم ومسؤوليه حصل لهم حاجه او عملوا اي حاجه من كل الاتهامات اللي بتحصل. لكن بس جينا عند الاجنده وبقت مشكله. بلاش اجنده، خليها كراسه. اللائحه فيها ايه اللي الاستاذ احمد موسى اشار ليه؟